السيد دكتور مريم الصادق المهدي وزارة الخارجية. 5 السيد دكتور نصر الدين عبد الباري وزارة العدل. 6 السيد دكتور حسين إبراهيم دينار وزارة الحكم الاتحادي. 7 السيد دكتور جبريل إبراهيم محمد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. 8 السيد دكتور الطاهر إسماعيل محمد حربي وزارة الزراعة والغابات. التشكيل الجديد. بدينا في وضع رؤية وطنية لمعالجة قضايا الاقتصاد في بعض التحديات والمشاكل، لكن حتمشي في الاتجاه الصحيح في تغييره. عملنا على إصلاحات قانونية كثيرة على رأسها القوانين المغيدة للحريات إلى آخره. استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا صلت واحدة من الإنجازات المميزة.